تقول لي ايه النهارده اللي ضيفنا الجوكر عمر كمال عبد الواحد وهو معانا على قناه الاهلي؟ هو ما كانش موجود معاكم في افريقيا لكن ما شاء الله معاكم في الدوري ومتالق واحرز بطوله كاس مصر مع النادي الاهلي وليه بصمات مهمه زيه زي كريم فؤاد بالظبط في الفريق. عمر طبعا لعيب كبير جدا من اول يوم دخل في النادي، وهو يعني هو زي ما هو قال احنا مش حاسين ان هو واحد غريب او لعيب جديد جاي على الفرقه، هو يعني كده كده كلنا عارفين عمر وكلنا اصحاب عمر من قبل ما يجي النادي، فهو اول ما جه كان تحس موجود معانا في النادي من بدري، حتى هو ما خدش وقت عشان خاطر ينسجم مع اللعيبه او مع الفرقه، وهو لعيب كبير طبعا ومفيد لاي حد واي مكان هيبقى موجود فيه، وقيمه كبيره فنيه يعني في اي مكان بيلعب فيه، فهو يعني هو عارف معزته عندي ويعني شد في مجروحه يعني. لما بيكون متواجد معاك في الملعب يا كريم، ما شاء الله انتوا اتنين لعيبه مميزه، اتنين جواكر داخل الفريق، بتحس بارتياح عمر كمال موجود وهو موجود معاك في التشكيله الرئيسيه وداخل الملعب؟ اكيد طبعا عمر لعيب كبير وانا بحب العب جنبه يعني، حتى اخر ماتش لعبت جنبه فيه كان ماتش المحله وقبله أيوة. كان ماتش الاتحاد، فانا حاسس ان انا ببقى يعني هو طبعا لعيب كبير واضافه لاي حد، وبيبقى يعني ان هو بيبقى بحكم برضه ان هو بيبقى بيلعب في اكتر من مكان، فبيبقى عارف انا لما ابقى موجود هنا هو هيبقى موجود هنا هيساعدني ازاي، هيقدر يحل لي ازاي، هنقدر نساعد بعض ازاي، نقدر نغير اماكن بعض ازاي، تمام اكيد طبعا ببقى مرتاح معاه.